بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 87 بعد 109. نتناول آيات من سورة يونس، ونحن نتحدث في الآية 19. يقول تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فاختلفوا، عندنا دلوقتي في الآية 19 من سورة يونس الاختلاف، أن الاختلاف قاعدة كونية ونحن خلقنا مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف عندنا قاعدة، الحكيم العاقل عارف إن احنا مختلفين. مختلفين من أول الطفولة. يعني إيه من أول الطفولة؟ يعني لو جيت لقيت أطفال صغيرين في سن سنة وسنتين وثلاث سنين، الأطفال الصغيرين في عمر سنة وسنتين بيلعبوا، فتجد كل طفل له طريقة في اللعب. الأولاد لهم طريقة للعب في عنف وفي بنات لهم طريقة في اللعب، حبوا العرايس ويقعدوا. كأنك أنت مش بتفرض على المرأة أن تكون أماً، ده مخلوقة من كده من وهي طفل عندها سنة سنتين، لها ميولها ولها ألعابها، لها اللعبة بتاعتها. مستحيل تلاقي ولد بيلعب بنفس الطريقة بتاعت البنت من أول ما اتخلق، من أول ما صغير، ما حدش بيعلم حد حاجة. إنما هم مختلفين. لما تيجي بقى تكبر تلاقي ما فيش اختلاف، زي بعض، زي ما حدش هيصدقك حضرتك ليه زي بعض. إحنا مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. في قواعد اختلاف بين الحكماء والعلماء، وفي اختلاف تاني بين طبقات أخرى من الناس. الاختلاف بين العلماء قالوا فيه كلام جميل: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني أنا شايف إن رأيي احتمال يبقى صح لكنه يحتمل إنه يبقى خطأ. ده العالم، العالم الفقيه بيقول كده: أنا رأيي صح بس احتمال يبقى خطأ، رأينا خطأ، رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وعلى هذا الأمة، وعلى هذا الرأي سارت الأمة. مختلفين، ندعي بعد الركوع في الفجر في القنوت ولا ما ندعيش؟ اختلف بس ما شتموش بعض. يعني نقرأ قرآن قبل الجمعة ولا ما نقرأش؟ يعني في المسجد، يعني أغلب مساجد أهل السنة ما بتقرأش، لكن علشان نشغل الناس إن هم ما يتكلموش في المساجد نخلي واحد يقرأ عشان الناس تسمع، ده لو حد راح الجامع. الاختلاف بين العلماء، بين الفقهاء، بين المفكرين له قواعده: رأينا خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيرنا صواب يحتمل الخطأ. وإيه كمان؟ تعالوا نتعاون ونتحد على ما اتفقنا عليه، ويلتمس بعضنا لبعض أعذار فيما اختلفنا. لو أن قواعد الاختلاف بين المفكرين والعلماء طبقت، مش هنلاقي دولتين بيتخانقوا مع بعض، مش هنلاقي دولتين بيضربوا بعض بالنار، مش هنلاقي حد يجي يشعل النار بين الشيعة والسنة كل شوية. لو بنطبق آداب الاختلاف، يعني آداب الاختلاف يعني حتى مع وجود مشركين، مع وجود ناس بتقول إن ربنا ثلاثة وربنا أربعة، مع وجود ناس ما بتعبدش ربنا خالص، ما داموا يحترمون عقائدنا وشعائرنا خلاص. يعني زي ما اقول ايه، في الدول الاوروبيه او في بعض الدول الاوروبيه يسمحون للمسلمين باقامه شعائره. عايزين تصلوا صلوا، عايزين تصوموا صوم، عايزين تاخدوا ايام عيد نديكم ايام عيد. فالمسلمين هناك في بعض الدول يشعرون بحريه. يعني بعض الناس جايين من هولندا وبلجيكا وكانوا والله العظيم يقولون اننا نمارس شعائرنا، نحفظ قرآن، نروح المركز الإسلامي كذا، والله نمارس شعائرنا أحسن من أي دولة إسلامية، ما داموا ما بيعملوش عنف، وما دام ما بيدمروش الناس، وما دام وما دام. يبقى قواعد الاختلاف بتقول إنه ما يعني رأينا يعني صواب يحتمل خطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وعادي يعني. ها، وبعدين ما دام في المسألة أكثر من رأي لا يجوز حمل الناس على رأي واحد. يعني إيه؟ في مسائل قتلت الأمة، زي مثلا لما نقول النقاب ولا الحجاب، نغطي وش المرأة ولا نسيبه مفتوح. في مجموعة من الفقهاء قالوا لا، النقاب هو الأصل، وفي مجموعة من الفقهاء قال لا والله ده
الوش هو الاصل او كشف الوجه. ما دام في المساله اكثر من راي لا يجوز حمل الناس على راي واحد، فمن حمل براي جاز له ذلك. لكن انا الراي صح وانت غلط لا، ما والله العظيم علماء قالوا كده، والله العظيم علماء قالوا كده. يبقى ما دام في المساله اكثر من راي لا يجوز حمل الناس على راي واحد. في الاختلاف انقاذ للامه من الهلاك. احنا بنختلف حتى واحنا في بيوتنا، لدرجه انه احد الاحبه بيقول لي انا بطلت اعزم اخواتي على الفطار في رمضان. ليه؟ لان احنا بنتعزم على الفطار في رمضان بنقول لا ده فلان صح، لا ده فلان غلط، لا ده فلان، ونفضل نشد على بعض لغايه لما نزعل مع بعض ونمشي ونسيب الفطار وما نفطرش. بص الاختلاف عمل فينا ايه، بص الاختلاف عمل فينا ايه، فرقنا. مش قادرين نستحمل بعض حتى في فطار رمضان. بيقول لي انا ما بقتش اقدر اعزم اخواتي في فطار رمضان، احنا مختلفين. مره دخلت على رجل صالح بيصلي الفجر ويعني نحسبه على خير ويقيم الليل، فدخلت كده وهو عندهم يعني شقه واسعه جدا كبيره، فدخلت كده بخبط لقيت هنا ناس قاعدين بيلعبوا كوتشينه، رجاله قاعدين بيلعبوا كوتشينه. دخلت على الاوضه الثانيه بيلعبوا شطرنج، دخلت على الاوضه الثالثه لقيت ناس بيشربوا جوزه. فطبعا يعني انا امتعطت كده يعني رجل صالح وكده وفي كوتشينه وشطرنج وجوزه، ايه 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 ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ وبالمناسبه بقى وفي اوضه رابعه لقيت ناس عمالين مشغلين اغاني وكلام منه. فانا بقول له يا اخي يعني انا حسبتك رجل صالح، ده انا اتخدعت فيك. قال لي طب بس تعالى تعالى بس نقعد كده نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ نتفاهم على ايه بعد ما شفت كوتشينه في بيتك وشطرنج وشفت جوزه وشفت اغاني؟ ده بيت مسلم؟ فقال لي والله انا ليا خمس ست اخوات بنات وانا كبير اخواتي وابويا وامي ماتوا وقالوا لي يعني اجمع اخواتك وخلي بالك من اخواتك. للاسف الشديد في بعض من جواز اخواتي بيلعبوا كوتشينه. قلت لهم الكلام ده غلط غلط غلط، ما بيسمعوش كلامي. فكان الفيصل ان انا اقول لهم ما تلعبوش بقى، ما تجيش هنا خالص، يبقى انا هقطع رحم. وبرضه الجوزه حرام، في واحد من جواز اخواتي بيشرب جوزه. وبرضه قلت لهم الاغاني يا جماعه بتطرد الملائكه من البيت ولسه بيشغلوا اغاني. فقال لي انا بستحملهم كل اسبوع يوم يجوا هم واخواتي واولادهم عشان نشوف بعض. فانا راضي بالمعصيه وراضي بالدنيه غصب عني، راضي بالمعصيه والدنيه غصب عني عشان اوحد الاسره. لو عملت كده لو مشيتها صح مفيش حد من اخواتي هيجي لي تاني. يعني وانا بفكر هل يا ترى نجتمع على باطل ولا نتفرق على حق؟ ده سؤال مهم جدا. الراجل ده في شقته عنده خمس ست اخوات بنات، كل واحده متجوزه واحد يعني عكس التاني. ده بيحب الكوتشينه وده بيحب الطاوله وده بيحب الشطرنج وده بيحب الجوزه وده بيحب يلمهم ولا يقول لهم مش عايز اشوف خلقتكم؟ هو هذا الرجل نموذج للبلد كلها. لما تروح في افراح اخوك او اختك او قريبك بيزوج ابنه او بنته وعزمك، لما تدخل الفرح هتلاقي في الفرح كلام بيقال وحش جدا، كلام بيقال وحش جدا. يعني مش كفايه ان احنا بنغني، يعني كان زمان الاغنيه بتتحدث عن العاطفه وعن الحب وعن الود وعن المعاني الجميله قوي وكده. يعني دلوقتي الاغاني ما بتتحدثش عن كده، الاغاني دلوقتي بتتحدث عن بتبص في البنات والشباب معاني وحشه جدا. يعني سمعت واحده بتقول خلاص انا اتجرأت وهعلي صوتي عليك وهضربك بالشبشب، يعني واحده بتغني كده لما تسمع البنات الكافيه دي ايه؟ انت بتسمعني ايه؟ انت بتسمعني ازاي اخرب بيتي؟ انا مش فاهم. وبعدين هكسر وهتضرب هضرب، ويعني في اغاني كده والله العظيم والله العظيم. يعني اذا رايت ان تعرف اخلاق امه فانظر من يكتبون لها الاغاني. اذا عايز تعرف الشعب بيتصرف ازاي واخلاقه ايه، بص هما بيسمعوا اغاني شكلها ايه. اذا اردت ان تعرف اخلاق امه فانظر من يكتبون لها الاغاني. كده هنختلف من اول قعده، هنختلف من اول كلمه. وحاجه من اتنين، يا نسيب القعده ونمشي، يا نبقى قاعدين على مضض، يا اما نقتل بعض. نتعلم ادب الاختلاف ازاي؟ طبعا ادب الاختلاف بين العلماء،
غير ادب الاختلاف اللي احنا عايشينه، اللي كل واحد فينا دلوقتي عاوز يطلع طبنجه ويقتل الناس. ان شاء الله نكمل ادب الاختلاف في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.